في الفيديو ده يا جماعه هنعمل وصفتين احسن من بعض. الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده بالحبوب اللي انتم شايفينها معايا ديت، ده هتنزل معاكي الوزن بطريقه سريعه وبطريقه ممتازه جدا. يعني لو انت عندك مناسبه وعايزه تنزلي وزنك بطريقه سريعه جدا خلال اسبوع واحد بس ان شاء الله هتبان معاكي النتيجه، وتقدري ان انت تستخدمي معايا الكوبايه السحريه العجيبه اللي انتم شايفينها ديت. وكمان لو انت عندك مناسبه هتقدري ان انت تستخدمي برده الوصفه اللي احنا عملناها دي كدهان موضوعي لشد الترهلات وكمان لحرق الدهون في اي منطقه انت حابه تعمليها. تعالوا يلا كده يا بنات حطوا لايك وتعالوا نشوف الوصفه النهارده عباره عن ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه كويسه جدا. وصفتنا النهارده من افضل واحسن الوصفات اللي هتجيب معانا نتيجه ممتازه. وصفتنا النهارده يمكن اول مره هتشوفوها معايا، الوصفه بتاعتنا النهارده يا جماعه ده بتشتغل على منطقه الكرش والجوانب والارداف وكمان منطقه الصدر، علشان ناس كتير دايما بتقول انا عندي كرش، وفي ناس بتقول انا عندي منطقه الصدر يعني تحس ان هي كده مليانه شويه بمعنى اصح يعني. فاحنا النهارده يا جماعه هنعمل وصفه كويسه جدا، الوصفه دي بتشتغل على جميع الجسم، مش حاجه معينه، لا بتشتغل على جميع الجسم. كمان عايز اقول لك لو انت جربت وصفات كتير وما جابتش معاكي نتيجه حاولي ان انت تجربي الوصفه دي، دي بتحرق معاكي كل الدهون العنيده بمعنى اصح. يعني ايه الدهون العنيده؟ الدهون اللي ما بتنزلش معاكي بسهوله. يمكن معظمنا بيجرب وصفات كتير وما بيجيبش معاه نتيجه. احنا النهارده يا جماعه هنجرب الوصفه دي خلال اسبوع واحد بس ان شاء الله هتلاقي نتيجه ممتازه. طيب نسمي الله ونحط لايك ولايكنا كده الفيديو يا جماعه، عايزاكم تشجعوني بلايكات كتير علشان الوصفه توصل لاكبر عدد من الناس عشان يستفادوا منها. ويا ريت كمان اللي لسه بيشوف قناتي يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس ان شاء الله علشان يوصلوا مني كل جديد. ويلا بينا نشوف وصفتنا النهارده عباره عن ايه. مبدئيا كده يا جماعه احنا هنعمل وصفتين في الفيديو بتاعنا النهارده، وصفه هتبقى ان شاء الله شرب ووصفه هتبقى كدهان موضعي علشان الترهلات اللي بتبقى مثلا بعد ما بتخس ولا حاجه او بعد منطقه البطن ما بتخس. دايما في ناس كتير يعني بتبقى متضايقه من الترهلات اللي بتبقى مثلا موجوده في منطقه البطن او الكلام ده كلته. ان شاء الله هقول لك اعملي وصفه كويسه جدا هتشد معاكي الجسم او الترهلات دي. كمان هقول لك لو انت عايزه تنزلي اي منطقه يعني معينه من جسمك ممكن ان انت تستخدمي ان شاء الله في الوصفه اللي احنا هنعملها كدهان في وصفتنا النهارده. عايزاك تتابع معايا الفيديو للاخر وشوف الوصف، لان اهم من مكونات الوصفه ان انت تشوفي الوصفه معايا وتعمليها بطريقه صحيحه. تعالوا بقى كده يلا. اول مكون معايا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه ده الشاي الاخضر. طبعا اي دكتور او اي حد بيروح لدكتور ولا حاجه بينصح بالشاي الاخضر لان هو كويس جدا في نزول الوزن معاكي وفي التخسيس بالذات. الشاي الاخضر طبعا احنا كلنا عارفين ان هو فيه مضادات اكسده كبيره جدا وبينزل معاكي الدهون. طبعا يا جماعه في مننا ممكن ان هو يستخدم اللي هو البكاو، وفي مننا برده اللي هو ممكن يجيب الباكت اللي هو الكبير كنت انا وريت لكم قبل كده ده برده موفر وكويس جدا. تمام، يعني علشان مثلا في ناس ممكن تقول لا ده غالي ولا كده، ممكن ان انت تجيبي الباكت اللي هو الكبير على بعضه دوت وتستخدمي منه هيكفيكي فتره طويله. ده كده الباكت هنستخرج كل الشاي اللي فيه. طبعا انا حطيت الباكو كله زي ما انتم شايفين. لو احنا عندنا السايب ممكن ان شاء الله ان احنا نستخدم منه ملو معلقه، يعني زي المعلقه كده بتاعه الشاي الصغير هنستخدم ملو معلقه منه. تمام، تعالوا بقى كده نشوف تاني مكون معايا اللي هو ايه. تاني حاجه معايا يا جماعه الحبه المعجزه اللي انتم شايفينها معايا ديت واللي هي القرنفل او المسمار بمعنى اصح، يعني شايفين بتبقى عامله ازاي. ده طبعا بيجي من عند العطار، ده كويس جدا له فايده كبيره جدا في نزول الوزن معانا وخصوصا نزول الدهون كمان. ده طبعا ده اللي انا اعرفه يا جماعه اسمه المسمار او القرنفل، بس بره مصر انا ما اعرفش عشان في ناس يعني ايه ممكن تسال تقول هو اسمه ايه، فانا ما اعرفش يا جماعه. ده اكتر من كده انا يعني ايه ده اللي انا اعرفه يعني. ده طبعا كويس جدا في نزول الوزن ونزول الدهون من الجسم. كمان ان هو بيخلي جسمك دايما على طول شغال اكنه ماكينه حرق، حتى يعني لو قدر الله عنده غده او انت مثلا جسمك ما بيحرقش كويس لو انت عملت معايا الكوبايه ديت ده هتزود معاك معدل حرق بطريقه كويسه جدا. تمام، ده كده حوالي 4 أو 5 يعني قرون او حبات قصدي من المسمار او القرنفل بالشكل ده كده. هننزل عليه بالماء المغليه كده. بالشكل ده كده. وهنبدا ان احنا نقلبها بقى بطريقه كويسه جدا. بعد
بعد كده هنغطي عليها طبعا علشان الزيوت الطياره. اي عشبه انا بعملها يا جماعه بنسيبها كده وبنغطي عليها علشان اقدر استفاد منها. هسيبها كده حوالي 5 دقايق لغايه ما تحس ان هي بدات تهدى معانا، وكل الحاجات الموجوده او كل الفايده الموجوده في الشاي والقرنفل تنزل في قلب الميه المغليه. يعني الكوبايه دي يا جماعه اول ما نقوم من النوم كده ان شاء الله اول حاجه هنفكر فيها ان احنا هنعمل الكوبايه ديت ونجهزها. على ما نقوم بقى نصلي او في حاجه ورانا ولا حاجه هنكون ان هي بردت او هديت كده هنقدر ان احنا نشربها ان شاء الله قبل الفطار. تمام، ده كده اهيت خلاص. كده بقى هندي لها برده تقليبه كده اهو. بعد كده بقى هنصفيها ونقدر ان احنا هنشرب. تمام، يبقى كده الكوبايه جهزت معايا. ناقص حاجه واحده بس هنعملها اللي هي ايه؟ الليمون. معايا كده نص ليمونه. طبعا انا مرضتش اعمل الليمون يا جماعه الا بعد الكوبايه ما تهدى معايا. ده كده اهيت. ده كده كوبايه الشاي جهزت معايا خلاص. ده كده يا جماعه الكوبايه خلصت معايا اهيت. هنيجي بقى نعمل الوصفه اللي احنا هنعملها كدهان موضوعي. طبعا اول حاجه هستخدم فيها زي ما انتم شايفين القهوه. تمام، معلقه صغيره كده اهوت من القهوه. هنحط عليهم برضو معلقه من الزنجبيل. ده طبعا يا جماعه الزنجبيل اللي هو البودره. الزنجبيل ده كويس جدا جدا في حرق الدهون لو احنا عملناه كدهان موضوعي بالشكل ده كده اهو. هنحط عليهم برده شويه زيت زيتون كده اهوت بالشكل ده كده. هنحاول ان احنا برده اهي نخلط ده كلته مع بعض بالشكل ده كده. ده كده يا جماعه اصبح الدهان الموضوع جاهز معايا بالشكل ده كده. بصوا بقى عامل ازاي. ده كده طبعا هنعمله كدهان. طبعا زي ما قلت لكم دايما على طول في الفيديوهات بقول لكم يا جماعه اهم حاجه ان احنا قبل ما ندهن الدهان هنغسل المنطقه اللي احنا ندهنا بشويه ميه دافيه علشان نفتح المسام. بعد كده هنقوم دهنين الدهان دوت اللي انتم شايفينه معايا دوت. وبعد كده لو انت عندك كيس ولا اي حاجه اي كيس بقى هنقوم لفين المنطقه اللي احنا هندهنها ونسيبها حوالي ساعه ساعتين لغايه ما نحس كده ان ايه ان بدات. هتحس طبعا ان المنطقه اللي انت دهناها بدات ان هي تسخن معاكي فمحدش يقلق خالص. بعد ساعه او ساعتين هنرجع ان احنا هنشيل اللي احنا عملناه ده كلته وهنغسل المنطقه بميه عاديه من الحنفيه. ده طبعا يا جماعه بالنسبه ان انت عايزه تخس اي منطقه معينه عندك وبالنسبه كمان علشان تشد ترهلات الجسم. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يا رب يكون عجبكم. يبقى احنا في الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه عملنا وصفتين اثنين. الوصفه الاولانيه اللي احنا عملنا كوبايه الشاي الاخضر اللي احنا نشربها طبعا وعرفتوا معايا الطريقه، وعملنا كمان الدهان الموضوع اللي انتم شفتوه معايا دهوت. ده وصفتين كويسين جدا لو انت فعلا عايزه تنزلي وزنك بطريقه سريعه او بطريقه مظبوطه. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو ويا ريت كمان تشيروه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.